تاني الزيارات أو على نفس التوازي من الزيارات الهامة ورفيعة المستوى لجمهورية مصر العربية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زار جمهورية مصر العربية وتحديدا معبر رفح ومدينة العريش، ويمكن كان بغرض الإطمئنان على الحال العام، وزار المصابين الفلسطينيين اللي موجودين في مستشفيات محافظة مدينة العريش محافظة شمال سيناء. بالتأكيد أن الزيارة لها مغزى، وبالتأكيد أن هذه الزيارة للمرة الثانية لهذا المعبر وبعد محاولات للأسف الشديد أنها كانت محاولات حثيثة من قبل الكيان الصهيوني للاغتيال المعنوي لأنطونيو غوتيريش وتلويث سمعته والضغط عليه، الحمد لله أنها لم تؤتي بنتائج، ولكن الرجل مصر على أنه أو مصر على نفس ذات الموقف ويأتي إلى رفح للمرة الثانية. معنا على التليفون دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك دكتور. مساء الخير يا فندم، كل سنة ومعليك بألف ألف خير. رمضان كريم على حضرتك يا رب، ربنا يخليك. دكتور حامد، يعني أهمية زيارة أنطونيو غوتيريش للمرة الثانية إلى شمال سيناء تحديدا معبر رفح، خصوصا أنه الكيان الصهيوني حاول عشرات المرات اغتياله معنويا وتلويث سمعته وممارسة كافة الضغوطات عليه حتى لا تتكرر هذه الزيارة وحتى يبتعد عن موقفه الأصلي أو المبدئي من هذا الصراع الأخير. كيف ترى هذه الزيارة في ظل هذا التوقيت وإصرار نتنياهو على اجتياح رفح؟ طبعا يا فندم، هو رهان خاسر من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال الدور المعنوي سواء للأمم المتحدة وبالأخص شخص الأمين العام أو سكرتير العام للأمم المتحدة أو للدولة المصرية، باعتبار أن قيام أنطونيو غوتيريش بعقد هذا المؤتمر وهذه الزيارة دلالة واضحة على عدم نجاح دولة الاحتلال الإسرائيلي في تقويض دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، لأن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى قدمت الغالي والنفيس في دعم القضية الفلسطينية ولم تتوانى ولو لحظة واحدة في دعم الأشقاء في فلسطين بشكل كبير، وبالتالي هذه الزيارة تحمل دلالة للعالم بأهمية ومحورية الدور المصري في دعم الأشقاء في فلسطين وبالأخص في قطاع غزة، وبأنهم لن تتوقف وبأي حال من الأحوال عن استمرار الدعم اللامحدود لكيفية إيصال كافة أوجه المساعدات الإغاثية والإنسانية، وأيضا يعني عدم قدرة إسرائيل على تصفية المنظمة الأهم والتي تقدم كل الدعم الإنساني إلى الأشقاء في فلسطين، وهي منظمة الأونروا التي كان هناك محاولة لاغتيالها وتصفيتها، ولكن تراجعت الكثير من الدول وأعادت مرة أخرى التمويل لهذه المنظمة المهمة، خاصة أن هذه المنظمة بها أكثر من 3000 موظف يقوموا بتقديم الخدمة إلى أهالي قطاع غزة في الداخل، وبالتالي هي قدرة ورغبة مصرية مع الأمم المتحدة لكي يكون هناك توافق مع المجتمع الدولي ومع القوى المهمة اللاعبة في المشهد الفلسطيني للعمل وبكل قوة على إنفاذ كافة أوجه المساعدات، خاصة بعد قرار معالي نائب المحكمة العليا في محكمة العدل الدولية بضرورة إنفاذ المساعدات واتخاذ الكثير من التدابير والإجراءات الاحترازية التي تدفع في هذا الاتجاه. طيب دلوقتي أنطونيو غوتيريش يزور المعبر وكأنه يبعث برسالة إلى العالم أجمع أنه الجانب المصري لم يتوقف قط عن إرسال المساعدات ولم يغلق المعبر أبدا في وجه المساعدات الإنسانية إلى أهالينا في فلسطين، ده من ناحية. من ناحية أخرى يذهب أنطونيو غوتيريش إلى المستشفيات في مدينة العريش لزيارة المصابين وبالتأكيد الاستماع إليهم. تعتقد إلى أي مدى سوف يكون هذا مؤثرا على مسار الأيام القادمة؟ وزي ما كنت بقول لحضرتك يا دكتور، في ظل إصرار شديد وأظن إصرار مجنون وأهوج من بنيامين نتنياهو لضرب رفح، ده رفح من الجانب الفلسطيني بالطبع. طبعا يعني حضرتك بتتحدث في صلب الموضوع والأهداف الرئيسية والمعلنة والخفية لجيش الاحتلال الإسرائيلي من ضرورة أن يكون هناك اجتياح بري لمدينة رفح، وهذا سيؤدي إلى حالة من عدم الالتزام في المنطقة لا يحمد عقباها، وقد أكد على ذلك الرئيس المصري بشكل واضح وحذر من مغبة اقدام نتنياهو وحكومته المتطرفة على السعي الى اجتياح مدينة رفح، وبحسابات الربح والخسارة نجد ان خسائر نتنياهو وحكومته من محاولة اجتياح مدينة رفح
أكبر بكثير من خسائره، يعني هتكون الخسائر كارثية وستدخل إسرائيل في عزلة دولية. وهذا أيضا ما صرحت به الكثير من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أو شاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، واللي أكد على ذات المعنى من أن لابد من إجراء انتخابات، وبأن أقدام إسرائيل على هذه الخطوة سيجعل إسرائيل دولة منبوذة. في كل الأحوال أرى مع النائب أن هناك ضغطا دوليا متزايدا، ونجحت القاهرة في تشكيل ظهير سياسي حقيقي لدعم القضية الفلسطينية بما يتوافق مع الرؤية المصرية ورؤية القاهرة الاستراتيجية الشاملة في إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، حتى لا ندور في حلقة مفرغة، باعتبار أن القاهرة تسعى أولا إلى وقف إطلاق النار وتثبيته، ثم الانتقال بعد ذلك إلى فتح أفق سياسي حقيقي يكون دافعا لتنفيذ مبدأ حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، لأن هذا ما حذر منه أيضا الرئيس السيسي، لأنه قال بالحرف الواحد: علينا أن نبحث عن جذور المشكلة وعن مسبباتها وليس عن الأعراض أو النتائج، وهذا ما نشاهده الآن بشكل كبير. صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور حامد، كل الشكر دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية الكبير والمعروف.